بعض الأشخاص كانوا يستمعون إلى الأغاني، يستمعون ولا كانوا يسمعون؟ تفرق، يلا خليها زي ما انت قلت وخلاص. كانوا يستمعون إلى الأغاني وتاب الله عليه، اللهم لك الحمد، فهل في ترديد كلماتها بينهم وبين أزواجهم حرمانية؟ إذا كانت هذه الأغاني من جنس ما لا يجوز فلا يجوز أن يرددوا هذه الكلمات، لا يصح. يعني افترضنا مثلا أن هذا قدر بلو هذا قدر أحمق الخطأ. افترضنا مثلا الراجل زوجته مزعلاه فقال لها هذا قدر أحمق الخطأ، يعني هو تزوجها بقدر الله، ولكن لما تزوجها بقدر الله طلعت هنا من جوه، فقال هذا قدر أحمق الخطأ، كلمة بتاعت الأغاني، هل يجوز؟ طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الغناء فيه ثلاث حاجات، فيه الكلمات وفيه الأدوات وفيه المغنين والمغنيات. فإذا كانت الكلمات من جنس المشروع، وإذا لم تصحب هذه الكلمات أدوات موسيقية، وإذا كان المغني يغني للرجال والتي تغني للنساء فلا ضير في ذلك. أما إذا كانت الكلمات ليست من جنس المشروع فلا تجوز، سواء مع الرجل وزوجته أو مع الرجل وغير زوجته، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي بذلك، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.